دارس بنات المستقبل الثانوية بأخلاق وبعلم نرقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رح نحكي عن وحدات قياس الحجم. الحجم اللي هو شكل أو مجسم له ثلاث أبعاد، طول وعرض وارتفاع، طول وعرض وارتفاع، حكينا عنه في المرات الماضية. تعالوا شوي، تقاس بعض الحجوم بوحدات غير التي مرت معك مثل اللتر والمليلتر. فعند شراء عبوة مياه تلاحظ أن عليها بعض الكتابات مثل 1 لتر، نص لتر، 2 لتر، وكذلك عند شراء علبة عصير تجد مكتوب عليها 100 مل أو 200 مل. فما السعة وما العلاقة بين اللتر والملي لتر؟ بنات، هسا السعة اللي هي وحدة تستخدم لقياس حجم السوائل. حجم السوائل هلا كثير بتلاحظي، مثلا روحي هسا كلكم روحوا على مطرة مي عندكم بالبيت أو علبة عصير واقرأوا عليها قديش بيكون، يا رح تكون باللتر يا رح تكون بالملي لتر، أو مثلا علبة دواء كمان نفس الإشي بكون عليها بالمل مكتوب أو باللتر. فأنتوا شوفوا، يعني شوفوهم، دوروا عليهم وصوروا لي اياهم وبعتوا لي اياهم اللي بتشوفوا. شوفوا شو بيحكي لك السؤال هون. سعة وعاء مكعب الشكل، طول ضلعه 1 ديسيمتر ويرمز له بالرمز لتر اللي هو اللام. طلعوا عليه. هلا هات الواحد لتر يساوي 1 ديسيمتر تكعيب، ديسيمتر تكعيب، يعني حجم هاي الأسطوانة يساوي حجم المكعب. وإحنا أخذنا بتتذكروا حجم المكعب اللي هو الضلع تربيع، الضلع تكعيب، يعني 1 تكعيب واللي هي 1 ديسيمتر تكعيب، ديسيمتر تكعيب. فمعناته لو إجيت استنتجت القاعدة شو معناته؟ معناته الواحد لتر تساوي 1 ديسيمتر تكعيب واللي هي نفسها 1000 سنتيمتر تكعيب. 1 ديسيمتر تكعيب يساوي 10 ضرب 10 ضرب 10 سنتيمتر تكعيب. هلا انا بورجيكم كيف الجداول والدرج اذا بتتذكروا، رح ناخذ عنه واورجيكم اياهم. طلعوا معي هلا اول درج اللي هو بين اللتر والمليلتر. طبعا المليلتر هو الاصغر، المليلتر هو الاصغر. هاي بتلاقوها مثلا على علب الدواء، بتلاقوها مثلا على علب عصير، بتلاقوها بهاي الاشياء، فكلها بالمليلتر. اما اللتر مثلا سعة خزان، سعة خزان، سعة مثلا مسبح، فهي كلها بتستخدم في اللتر. الاشياء الكبيرة باللتر والاشياء الصغيرة بالمليلتر. ممكن كمان على شو اسمه عبوات المياه، ممكن تكون بكون اغلبية الوقت مكتوب عليها مثلا 1 لتر 2 لتر، علبة مثلا العصير او علبة البيبسي باللتر. طيب شوفوا هلا، وانا طالع الدرج بقسم على 1000، وانا طالع الدرج بقسم على 1000، وانا نازله من الدرج بضرب ب 1000. معناته انا لما بدي احول من لتر لملي بضرب ب 1000. مثلا انا جبت لك 5 لتر وحكيت لك حولي لي اياها لمل، اول شيء باجي بطلع من لتر لمل. بنات انا طالعه ولا نازله؟ نازله، فمعناته بضرب ب 1000، بضرب ب 1000. 5 ب 1000 اللي هي 5000، اللي هي 5000 مل. طب لو بالعكس حكينا مثلا خلينا نحكي 600 مل، حولي لي اياها للتر، معناته راح اقسم على 1000. طب كيف نقسم على 1000؟ عادي اقسم ال 600 على 1000. شوفي كيف صفر مع صفر بيروح، والصفر هذا مع الصفر هذا بيروح. بنات 6 على 10 تتذكروا لما كان عندك يكون الرقم 6 على 10، معناته في عندي رقم واحد قبل الفاصل اللي هي 6 بالعشرة لتر، 6 بالعشرة لتر. الدرجة الثانية بنات اطلعوا ايش هو، اللي هو ملي متر تكعيب، سنتي متر تكعيب، ديسي متر تكعيب، ومتر تكعيب. كمان بنات هدول يستخدم لقياس الحجوم، هدول الوحدات تستخدم لقياس الحجوم. فطلعي معي هسا، وانا طالعه كمان نفس الاشي بقسم، وانا نازله بضرب، وانا طالعه بقسم، هي شوفوا على 1000 وانا نازله بضرب. معناته انا لما بدي احول من متر تكعيب لديسي متر تكعيب، فمعناته لازم ايش اسوي؟ لازم اضرب ب 1000، اضرب ب 1000. طب لو بالعكس طالعه من الملي للسانتي تكعيب، معناته لازم شو اسوي؟ اقسم على 1000، اقسم على 1000. طب
كيف ممكن يجيك السؤال؟ وشغلة ثانية بس بدي إياكي كمان تعلميها، بس قبل ما كيف بيجيك السؤال، طلعي هاي 1 ملي يساوي 1 سنتيمتر تكعيب، 1 ملي يساوي 1 سنتيمتر تكعيب، 1 لتر يساوي 1 ديسيمتر تكعيب. فمعناته أنا بقدر بالدرج هذا أستبدل، بدال السنتي أحط مل، ها بدال السنتي هاي أشيلها وأحط مل مكانها، وهنا أحط شو؟ أحط لتر. معناته أنا لما بدي من أحول من مل من متر تكعيب للتر، فزي كأني أنا محولة من متر تكعيب لديسي متر تكعيب، بقسم على 1000، بقسم على 1000. كيف مثال عليها؟ تطلعوا بضرب بألف، قصدي بضرب بألف. لما أنا نازلة بنات الدرج ركزوا معاي، وأنا نازلة بضرب وأنا طالعة بقسم. لو إجيت حكيت لك 5 متر تكعيب بدي أحولها للتر، أصلا اللتر مش هي نفسها ديسي متر تكعيب؟ طب أنا نازلة من متر تكعيب، هاي هشوفوا زي هيك، كأني أنا نازلة، مدامني نازلة رح أضرب ب 1000، رح أضرب ضرب 1000، 5 ب 1000 واللي هي 5000، اللي هي 5000. طلعوا معي هاي، شوفوا شو بحكي لك. تحتاج نجاح إلى 200 مل من الحليب لصنع قالب حلوى، فإذا كان لديها 1 لتر من الحليب فكم قالب من الحلوى يمكن أن تصنع؟ أول إشي بدك تسوي عدد قوالب الحلوى، بدك تقسمي عدد كمية الحليب اللي عندك اللي هي 1 لتر على 200 مل. بس في عندي شرط من الشروط، تتذكروا إيش هو؟ أنه أنا لازم الوحدة تكون شو مالها؟ زي بعض، زي بعض. طيب تعال نحول هاي، رح أحولها من لتر لمل، من لتر لمل. بنات مدامني أنا بدي أحول من لتر لمل، شو لازم أسوي؟ أضرب بألف، أضرب بألف. فمعناته 1 مل، 1 لتر رح أضربها ضرب، شوفوا ضرب ألف، شو بتصير؟ بتصير عندك 1000 مل. فمعناته شو باجي بحكي؟ بحكي 1000 مل على 200 مل. اصلا مل مع مل بتروح يعني، هي لانه احنا مش وحدناهم بيروحوا. 1000 على 200 واللي هي 5 قوالب، 5 قوالب. طيب اجينا للسؤال هذا، كم ملي لترا في 4 لترات؟ يعني معناته انا بدي احول ال 4 لتر لمل، هي الدرج حاط لك اياه، من لتر لملي لتر اللي هي نفسها المل، اللي هي نفسها الملي. فمعناته أنا نازلة، فمعناته بضرب، بضرب بكم؟ بألف. فمعناتها بتصير 4000، 4000 مل، 4000 مل. طب إجينا لمثال 3، عبوة من الزيت، عبوة من زيت الزيتون سعتها 2500 مل، فكم لترا فيها؟ طيب يا بنات هيو، معناته أنا من ملي لا لتر، من ملي لا لتر. فمعناته تعالوا شوفوا هيا، مل لا لتر، فمعناته رح أقسم، أقسم بكم؟ أقسم على 1000، أقسم على 1000. تعال اقسميها على 1000، هيا على 1000. صفر مع صفر بيروح، والصفر هاد مع الصفر هاد بيروح، ضل عندي 25 على 10. معناته بنات أنا لازم يكون عندي رقم 1 قبل الفاصلة، رقم 1 قبل الفاصلة، وهي بتصفي عندك 2.5 لتر، 2.5 لتر. صعبة يا بنات؟ طيب اجينا اللي هو المثال اللي موجود عندك هنا، مثال 4، 15 ديسي متر تكعيب يساوي لتر. طلعوا بنات، احنا بتتذكروا قبل شوي القاعدة شو حكينا؟ هيا 1 لتر يساوي ديسي متر تكعيب، فمعناته اللتر هي نفس وحدة الديسي، فمعناته 15 ديسي متر تكعيب فهي نفسها رح تكون 15 لتر، 15 لتر. طب بدي أحول من لتر لمل، معناته أنا نازلة، فرح أضرب ب 1000، رح أضرب ب 1000 فبتصير عندك 5000. طب من مل لسنتيمتر تكعيب، ما احنا حكينا كمان المل هي نفسها سنتيمتر تكعيب، المل هي نفسها سنتيمتر تكعيب، فمعناته نفسها المل نفسها سنتيمتر تكعيب، فمعناته 4 سنتيمتر تكعيب. طب من مل لديسي، شوفوا يا بنات هسا الديسي
متر تكعيب هي نفسها اللتر، هي نفسها اللتر، فمعناته أنا رح أحول تطلعوا مل لا لتر. بنات إحنا لما بحول من الصغير لكبير، هي شوفوها تذكروا، من لتر من مل للتر بدي أحول، فأنا طالعة معناته ما دامني أنا طالعة شو رح أسوي؟ رح أقسم على عشرة، رح أقسم على رح أقسم قصدي مش على عشرة، على ألف. هيها طلعوا، بدي أحول من مل للتر رح أقسم على ألف، رح أقسم على كم؟ على ألف، فمعناته هاي رح أقسمها على ألف، أقسم على ألف لأنه أنا من صغير لكبير، من صغير لكبير قسمة، فهاي الصفر مع الصفر بيروح، والصفر الثاني مع الصفر الثاني بيروح، والصفر الثالث مع الصفر الثالث بيروح، بضل عندي 20 لتر. لا تنسي أنه الدي سي متر تكعيب هي نفسها اللتر، والسانتي متر تكعيب اللي هي نفسها المل، نفسها المل. فيعطيكوا العافية يا بنات، حلوا أسئلة. بنات هذا درج التحويلات، لما أنا بدي أحول في اللي هو الحجوم أو السعة. السعة هذا مصطلح بستخدمه للسوائل، لحجم السائل، لحجم السائل، وحكينا عنه بالفيديو الأولاني، فطلعي معاي عليهم، ركزي فيهم كويس. أول إشي أنا لما بدي أجي أحول من متر تكعيب لا سان دي سي متر تكعيب، فأنا نازل الدرج، فمعناته بضرب ب 1000، بضرب ب 1000. من دي سي متر تكعيب لا سنتيمتر تكعيب بضرب ب 1000، ونفس الحكي إذا بدي أحول من سنتيمتر تكعيب لمليمتر تكعيب. ولكن إذا بدي أحول من مليمتر تكعيب لسنتيمتر تكعيب، فمعناته أنا طالع الدرج، فمعناته رح أقسم على 1000، رح أقسم على 1000. فأنتي عادي تستخدمي عادي الدرج هذا، بس بدي اياك كمان تركزي على شغلة، انه الدي سي متر تكعيب هي نفسها اللتر، هي نفسها اللتر، والسنتيمتر تكعيب هي نفسها المل. اصلا طلعي انت لو ركزتي فيهم الاثنين مع بعض، لو ركزتي فيهم الاثنين مع بعض شوفي هلا، طلعي لو ركزتي فيهم مع بعض، الفرق بين الدي سي متر تكعيب والسنتيمتر تكعيب 1000، نفس اللتر تكعيب والملي لتر تكعيب، فمعناته الدي سي متر تكعيب هي نفسها اللتر، والسنتيمتر تكعيب هي نفسها المل، نفسها المل. فاحفظوا هذول الدرجين، وكمان غير بدي اياكم تحفظوهم تكتبوهم على الدفتر.